إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، اعلموا رعاكم الله أنكم قد دخلتم في العشر المباركات، قد أضلتكم خير أيام الدنيا على الإطلاق، قد أضلتكم عشر المباركات تضاعف فيها الأعمال، وترفع فيها الدرجات، وتقال فيها العثرات. كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، وعشر ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. وكل ذلك يا عباد الله لعلمهم لعظيم مكانة هذه العشر عند الله سبحانه وتعالى. فتعظيم عشر ذي الحجة من تعظيم شعائر الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أن بلوغ هذه العشر منة عظيمة وفضيلة من الله على عباده، فأروا الله عز وجل من أنفسكم في هذه العشر خيرات. نعم يا عباد الله، أضلتكم خير أيام الدنيا على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد جاء التفضيل في هذه الأيام العشر بعدة ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دلالة على عظيم شأنها وكبير قدرها. فقد جاءت الأحاديث: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب وأعظم وأحسن وأرجى وأزكى عند الله من هذه الأيام العشر. فعلى المسلم أن يري الله عز وجل من نفسه في هذه العشر خيرا، فهي الغنيمة الباردة، وهي الغنيمة المغفول عنها في هذه الدنيا. فقد يعظم الناس العشر الأخير من رمضان، ولكنهم يغفلون عن أعظم الليالي والأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، وهي هذه العشر. فقد قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، وقال ابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، بل هو قول أكثر المفسرين أن الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة. والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم. فعلينا يا عباد الله أن نكثر من العمل الصالح في هذه العشر المباركات، وخصوصا الأعمال التي جاء النص بها. فقد جاءت أعمال صالحة قد نص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، فعلى المسلم أن يعطيها اهتماما بالغا، وأن يخص هذه الأيام العشر بهذه الأعمال المخصوصة. ومنها يا عباد الله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن الصحابة وعن السلف من صيام هذه الأيام. نعم يا عباد الله، قد جاءت الأحاديث بصيام هذه العشر، وقد جاءت أحاديث بنفي صيامها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن الثابت أنه قد صامها صلى الله عليه وسلم كما صحح الحديث غير واحد من أهل الحديث. ويشهد لهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين وغيرهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد جاء عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما قد اختلفا في صيام القضاء في أيام العشر، فذهب عمر رضي الله عنه إلى أن صيام القضاء من الأعمال الصالحة التي تقرأ في أيام العشر، وذهب علي رضي الله عنه إلى أن هذه الأيام لا يصام فيها القضاء لأنه يفوت صيام التطوع في عشر ذي الحجة. وعلى كل حال الاستدلال بهذا الخلاف على أن صيام عشر ذي الحجة كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا لما اختلف عمر وعلي في صيام القضاء هل يصام أو لا يصام في العشر. وعلى كل حال فإن الصيام داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام فيها العمل الصالح آية آخر الحديث. ومن أعمال الصالحة ومن الأعمال الصالحة التي ثبتت في هذه العشر يا عباد الله كثرة التهليل والتحميد وذكر الله عز وجل، فإن يا عباد الله شعار العشر كثرة الذكر، وهذه من العبادات التي نغفل عنها جميعا يا عباد الله مع سهولتها وكثرة أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فقد جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن أي بالعشر من التهليل والتحميد والتكبير. وهذه الزيادة اختلف في ثبوتها أهل العلم، فمنهم من أثبتها ومنهم من ضعفها، ولكن يشهد لها قول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويشهد لها فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا يكثرون التكبير والتهليل والتحميد في هذه العشر المباركات، فهي شعار العشر والجهر بها سنة كما كان يفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الصالحة التي جاءت الأحاديث بفعلها في هذه العشر المباركات كثرة الدعاء، وخصوصاً في يوم عرفة، فإن الدعاء في يوم عرفة لا يكاد أن يرد. ومن الأعمال الصالحة يا عباد الله المنصوص عليها في هذه العشر الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها خلال هذه العشر الأضاحي، فإن الأضحية يا عباد الله عبادة لا يمكن أن يؤتى بها إلا في هذه الأيام المباركات، فعلى المسلم المستطيع أن يضحي لله عز وجل قربانا له سبحانه وتعالى، فإن إراقة الدماء من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولا يهولنكم تزهيد بعض المزهدين في أداء هذه العبادة، وهناك من يقول الصدقة على الفقراء أفضل من الأضاحي، وقد خاب وخسر وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصدقة في كل وقت وفي كل مكان، وأما هذا المكان وأما هذا الزمان المخصوص وهو عشر ذي الحجة فإن الأفضل فيه إراقة الدم تذللا لله عز وجل وقربانا إليه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله،
فإن على المسلم أن يعتني بمعرفة أحكام الحج حتى يدخل هذه العبادة على بصيرة، فيتعلم شروطها ويتعلم أحكامها من الواجبات والسنن والأركان حتى لا يقع في المحذور وهو لا يعلم. فإن يا عباد الله، المسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام العبادات قبل الدخول فيها حتى لا يعبد الله على ضلال كما كان يفعل الضالون من النصارى وما شابههم. ومن الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها كما يتعلم أحكام الحج أن يتعلم إرشادات السلامة التي بسببها يكون سلامة الحجيج وسلامة الحج ونجاحه، فإن ذلك يا عباد الله من دين الله عز وجل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: يا أيها الناس، عليكم السكينة والوقار، فإن البر ليس بالإضاع، أي ليس بالإسراع، حتى لا يتدافع الحجيج ولا يؤذي بعضهم بعضا، وكل ذلك من أجل سلامة الحجيج ومن أجل نجاح الحج. فعليه يا عباد الله ما جاءت به التعليمات والإرشادات من وزارة الحج للحجيج يجب عليهم أن يتقيدوا بها، فإن هذا من طاعة ولاة الأمور الذين أوصانا الله عز وجل وأمرنا بطاعتهم بغير معصية الله عز وجل. كيف وهذه الإرشادات هي سلامة للحجيج ونجاح لهذا الموسم العظيم؟ فعلينا يا عباد الله أن نتبع هذه التوجيهات وهذه التعليمات حتى ينجح هذا الموسم، وهو موسم الحج الذي هو من أعظم المواسم على المسلمين. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلوا عباد الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فقد صلى عليه خالقه ومولاه، فقال عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.